السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءنا اليوم هذا الوعل في مزرعتنا الكائنة في بجرجي في درية الحال، وتم الإمساك به وجبنا بواجبه، أعطينا خس وأعطينا خبز وهذه موية، وكلمنا عليه تواصلنا مع الحياة الفطرية، وإن شاء الله بكرة جون يستلمونه. فهذا واجبنا كهذه المنطقة أن نحافظ على هذه العهود، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.